باشمهندس احمد حسن، اهلا بيك معانا مره تانية في فقره الرحله من برنامج الجدعان ريل استيت. الاسبوع اللي فات احتفلنا مع سياده الرئيس بافتتاح محطه عدلي منصور، محطه تبادليه للال ار تي. حابين نفهم من حضرتك اكتر يعني ايه ال ار تي وخطوطه هتبقى ماشيه ازاي في مصر. القطار الكهربائي بدايته محطه عدلي منصور التبادليه اللي هو نهايه الخط الثالث، وعشان ما يبقاش في الهواء كده يبقى امتداد لحاجه ثانيه بالظبط، وهي تبادليه ادي الطريق الدائري هنلاقي عليه الاتوبيس الترددي اللي بيجمع ما بين خطوط المترو التانية. بعد كده يطلع من محطة عدلي منصور القطار الكهربائي خلاص يروح لمدينة العبور. محطة العبور دي بتخدم مدينة العبور، مدينة العبور الجديدة ومنطقة التجنيد. احنا عارفين ان شباب التجنيد بتاع محافظة القاهرة كلهم بيجوا تجنيد منطقة الهيك السبب فدي منطقة. وبعد كده يجي عند مدينة المستقبل اللي بيخدم مدينة اسكان المستقبل هنا وبيخدم منطقة امتداد العبور الجديدة. بعد كده الشروق هنلاقيها برضو بنفس الكلام، هنا بيخدم مدينة الشروق وهنا بيخدم مدينة امتداد مدينة العبور الجديدة. بعد كده يروح لمدينة هليوبلس، المنطقة دي كلها شبه لسه ما اتطورتش، وهنا ياخد المنطقة بتاعة مركز الطب العالمي وبرضو امتداد مدينة العبور. بعد كده يروح لغاية مدينة بدر، ومن هنا يبدأ يتفرع فرعتين، فرع يخش على المنطقة الصناعية ومدينة المعرفة وغرب العاشر والعاشر من رمضان ومركز المدينة العاشر من رمضان، والفرع التانية رايح للروبيكي وهي منطقة صناعية كبيرة. بعد كده يجي عند منطقة حدائق العاصمة. منطقة حدائق العاصمة دي أهميتها كبيرة جدا، ليه؟ لأن هي دي فيها إسكان الموظفين اللي بيشتغلوا في العاصمة، فالموظفين هيركبوا من المحطة دي عشان يروحوا عشان يجي لغاية حي الوزارات والمنطقة اللي هنا. بعد كده يكمل لمطار العاصمة، فبقى أنا عندي ربط ما بين مطار العاصمة اللي موجود في العاصمة وعندي ربط نرجع تاني للأتوبيس الترددي اللي موجود في محطة عدلي منصور مع اللي هيوديني على المطار القاهرة. بعد مطار العاصمة بخش على محطة تبادلية مهمة جدا اسمها مدينة الفنون والثقافة. ليه تبادلية؟ عشان هي بتتبادل مع خط المونوريل. بعد كده كمل للكاتدرائية، بعد كده القيادة الاستراتيجية، بعد كده المدينة الرياضية، وبعد كده روح لمحطة تبادلية أخرى على طريق السخنة. على طريق السخنة اللي هي العاصمة الإدارية، بيتبادل مع القطار السريع اللي جاي من العين السخنة ورايح مطروح. فيبقى ده المسار احنا افتتحنا منه المرحلة الاولى اللي من عند المدينة الفنون والثقافة لغاية عدلي منصور. مرحلة التانية هنكمل الوصلة لغاية مدينة المعرفة. مرحلة التالتة امتداد من مدينة الثقافة لغاية العاصمة الادارية التبادلية ومن مدينة المعرفة لغاية مركز مدينة العاشر من رمضان. ده المسار القطار الكهربائي اللي تم افتتاحه. اجمالي خط ال ار تي كم كيلو تقريبا؟ المرحله الاولى اللي افتتحت حوالي 67 كيلو، امتداد المشروع كله حوالي 120 كيلو. طب لو قارناهم بمترو الانفاق، مترو الانفاق اتنفذ منه كم كيلو لحد النهارده؟ كل اللي اتعمل في الجر الكهربائي في مصر من سنه 84 ل 2014 80 كيلو. من 2014 لغايه نهايه الخطه 2024 في 500 كيلو في 10 سنين قصاد 80 كيلو في 30 سنة. ده موضوع كبير جدا وهياخد مننا حلقات، لكن النهارده كان يهمنا اكتر ان احنا نفهم ال ار تي ونعرف ايه محطاته وخطوطه ماشيه ازاي، وبنشكر حضرتك على المعلومات اللي اديتها لنا، وهنستنى حضرتك في فقره جديده من فقرات الرحله ان شاء الله. وده كان اخر كلامنا النهارده، هنستنى اسئلتكم وارائكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الاحد الجاي الساعه 7 مساء على قناه القاهره والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.